إذا رجعنا من جديد ومستمرين معكم بعد هذا التقرير تحديدا وبالحديث عن دائما تنمية الموارد الطبيعية الموجودة عندنا الحفاظ عليها بنفس الوقت، وهذا كده بيلعب بموضوع الكلايمت تشينج التغير المناخي طبعا وبيعكس كل واقع حياتنا. ويمكن بالأول حكينا كمان عن الأمن الغذائي وعلاقته، هلا رح نبعد عن هذا الحكي كله، رح نروح لمكان ثاني، موضوع ثاني، موضوع آخر. رح نحكي عن نادي تطوير الألعاب والواقع الافتراضي. هذا نادي موجود في جامعة الحسين التقنية، ودائما ما نتحدث عن هذه الجامعة عن جهود المبذولة فيها والطاقات الشبابية الموجودة. رح يكون معنا الحديث أكثر طلاب من الجامعة أحمد أبو حجير ويارا الصفدي، اللي رح يحكوا لنا عن نادي الألعاب بالزبط. وأيضا كيف عم بيتم تطوير الألعاب والتطبيقات بشكل أو بآخر. بدنا نصبح عليكم وأهلا وسهلا. صباح الورد. أهلا فيكم. صباح الخير ونورتونا بيوم جديد. البداية من عندك أحمد، خلينا من خلالك نتعرف على نادي تطوير الألعاب والواقع الافتراضي، متى تأسس، الفكرة القائم عليها وطبيعة عمل هذا النادي. تمام. هلأ نادي تطوير الألعاب والواقع الافتراضي تأسس تقريبا من سنة وشهرين. أوكي. انخلق بشغف وإيمان في هذا القطاع، لأن هذا القطاع هو اليوم قطاع تقني عليه طلب عالي من سوق العمل، فبالتالي من نظرة الجامعة في مواكبة سوق العمل تم تأسيس هذا النادي. طلع بفكرة وشغف من أحد المشرفين في الجامعة، أحد دكاترة الجامعة، وعلى الرغم من أن هذا القطاع مش في ما في كثير ناس شغالة فيه، لأنه احنا طلعنا في نادي واليوم عم نكبر فيه بشكل عام. تمام. فكرة النادي تتمحور حول خلق مجتمع مهتم في تطوير الواقع الافتراضي. تمام. ليقوم بتعرف على هاي المجالات من خلال مجموعة من الايفنتس اللي بنعملها، زي انه نستقبل ضيوف، بنروح على اماكن مهتمة في تطوير الواقع الافتراضي، زي بغض النظر هل هي مهتمة كشركات أو ممكن يكون زي المتحف الدبابات الملكي، كانوا مهتمين في هاي التقنيات. فإحنا بنعرف توظيف التقنيات. توظيف التقنيات. فإحنا كل ما حاورنا هي تعريف طلابنا في هذا القطاع وتوظيفهم فيه من خلال تأهيلهم إله، فهم بتعرفوا عليه وبتأهلوا أنهم يكونوا موجودين فيه. نعم. جميل جدا. ولما نتحدث عن هذا الموضوع بنحكي عن المستقبل، يعني يس. هي نظرة مستقبلية ثاقبة. اسمح لي أنتقل ليارا. يارا، شو أهمية أنه أوظف أنا الواقع الافتراضي بالألعاب الإلكترونية، وإحنا بالأردن أين وصلنا في هذا المجال؟ يعني عالميا موجود، ولكن جهودنا وين وصلت؟ هلا نادي تطوير الألعاب والعالم الافتراضي بالأردن ممكن نلاقي كثير يعني قليل متطور، فمن خلال نادي تبعنا بالجامعة كنا يعني كنا صغار، ولهلا احنا عم نكبر لحتى نطور هاي الفكرة بطريقة أكبر. يعني وكيف عم بتوظفوها يعني هلا بس عشان نشرح بشكل مبسط، الألعاب الإلكترونية بنعرفها كلنا وهي مسيطرة على الجيل الجديد، خصوصا على الأطفال. يعني بنشوف الفي آر، كيف عم بيتم توظيفه بالألعاب الإلكترونية؟ هلا جميع المجالات صارت تستخدم الفي آر، زي الأطباء مثلا. قبل فترة كان في عنا سبيكر يعني دكتور، هو حكى لنا كيف عم بيستخدم الفي ار بالضبط، كيف انه بالعمليات، وانه هو بيكون بالبرازيل او بيكون مكان ثاني قاعد بيستخدم الفي ار لحتى يعرف كيف يعمل العمليه او يعرف ايش عم بصير لهذا المريض. صح. حلو. حلو. طيب احمد، احكي لنا اكثر عن دور الجامعه في مواكبه هالتطورات، قديش ساعدت؟ يعني الجامعه مش بس ساعدت، الجامعه قد ما ساعدتنا وقد ما وصلنا لقدام طورت مهاراتكم كمان. طورت مهاراتنا. هلا بعدنا انه النادي عم بطور مهاراتنا كلنا كشباب. يعني انا لما دخلت النادي ما كنت اصلا رئيس للنادي، كان النادي من السنه الماضيه مبلش، كنت كور ممبر فيه، كنت سوشيال ميديا مانجر. حلو. كنت اعطي بدون مقابل، وهو اصلا نادي بدون مقابل، كنا نعطي بدون مقابل. فلما دخلته من عطائي، من كميه عطائي، ترفعت فيه لصرت رئيس لهذا النادي. كنت اغلط كثير، كان يصيرنا كثير اغلاط، وكلها كانت أغلاط لما طلعت عليها لقدام، ولما اشتغلت في قطاع في سوق العمل اكتشفت إنه هالأغلاط بتصير. وبالتالي بنحكي طور من الليدرشيب سكيلز، طور من دقتي في يعني في مراجعة الأشياء أنا بعملها. دور الجامعة كان لا متفاني، يعني إحنا إحدى مؤسسات ولي العهد ونتمنى نهج مؤسسات ولي العهد، وبالتالي دعمنا لهي الشغلات. يعني الجامعة بتحكينا لا،
حلو. عندنا فكرة سواء كبيرة أو صغيرة ما في إلها لا. يعني تمام؟ كان في لكم مشاركات داخلية وخارجية. بالضبط. ودائما دائما خلص إحنا اشتغلنا شايفين إحنا في طلاب عندهم شغف وحب لهذا المجال، وين ما في مكان في الأردن أو خارج الأردن كان في يلا تعالوا على هذا المكان. يعني إحنا بنحكي عن مؤتمر بوكيت جيمر كونكتس، مؤتمر الألعاب الإلكترونية العالمي اللي يقيم في الأردن في البحر الميت. لما جامعة تأخذ 200 طالب من عندها لهذا المؤتمر وتخلي طلابها متطوعين في هذا المكان، هذا بدل على قديش الجامعة خرافية بهذا الإشي. ومش بس هيك، المسؤولين عندنا والكادر كلياته دائما واقف معنا. يعني خلينا نحكي مثلا في احد الالعاب الالكترونيه، احنا نقيم الرياضات الالكترونيه في رمضان. انا صار عندي فضول اسالك قديش كنت تحب الالعاب الالكترونيه وانت طفل. كنت احبها كثير، وكنت دائما اتساءل كيف تنعمل. فالرياضات الالكترونيه اللي احنا نسويها في رمضان، نسويها احنا في رمضان بضلها لليل. كل الكادر في الجامعه من عماده شؤون طلبه، من مسؤولين مباني، من سيكيورتي، بضلوا معنا لاخر الوقت. هم مبسوطين معنا، بنشتغل كلنا بحب، كل بعطي معنا، الكل بدعمنا. فهذا دعم غير المالي واللوجستي، في دعم نفسي لانه بزيد ثقتنا في افكارنا. روعة. نعم. صراحه احمد، يمكن من خلال حديثك انا لفتني شغله واحده بس. يعني كل كلامك ملفت، بس هاي الجزئية رسالة لكل شاب وفتاة عم بيتابعونا. حكيت جملة بأنه أنا بالبداية غلطت كثير، وهذا اللي خلاني أنمي وأطور حالي. ودائما متحدث عن التنمية والتطوير، وذكرت بأنه الجامعة داعمة، وأكيد دائما يعني هو تبني لرسالة سمو ولي العهد بأنه الشباب عندهم جهود، الشباب لازم نعطيهم فرصة دائما، فهم عم بيعطوكم هاي الفرصة كونها إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد. يارا، منتدى التواصل كان أيضا يعني مهم جدا، وعكس الصورة المستقبلية للشباب والواقع الافتراضي الفي آر وغيرها من المواضيع. كيف كانت مشاركتكم في منتدى التواصل؟ وحكيني أكثر كيف شفتي يعني لما تابعتي وقعدتي بين هالشباب الطاقات اللي موجودة. صراحة كانت الطاقات هناك كتير كبيرة، يعني حتى أعطتنا يعني زادتنا ثقة إنه إحنا رح نكبر ورح نوصل بيوم من الأيام. فالمكان اللي كنا فيه كان فيه طاقات رهيبة لحتى نوصل للمكان اللي احنا بدنا اياه. رائع، كثير حلو. غير طاقات الأمير الشاب اللي كان معنا، صحيح. اللي يعني هو أصلا الجامعة فيها الفكر التقني، وهو دائما داعم للفكر التقني. نعم. فلما شفنا كمية الدعم حتى من سموه للأشياء التقنية زاد حماسنا في تخصصاتنا. طبعا. نعم. طبعا. دائما هو بيعطي هاي الفرص. بالضبط. أكيد. طيب أحمد، النظرة المستقبلية للعمل لدى النادي، شو جاء لقدام؟ شو عم بتفكروا؟ شو في شغلات جديدة مخططين لإلها؟ هلأ زي ما إحنا قعدنا فترة طويلة، وصلنا تقريبا سنة وشهرين من عرف طلابنا بشركات الجيمز وين استخدام الفي آر، شو الابليكيشن تبعت الفي آر، سواء في الأماكن الطبية، في التسويق، في الإعلام، في كل هاي الأماكن. بس لهلا إحنا ما دربنا طلابنا على تصنيع هاي الآليات، إحنا نعرفها وإحنا جربناها في سوق العمل، بظل نقولها للطلاب، لأنه أي بني آدم لما بده يشتغل إشي بده يحبه. طبعا. فإحنا زرعنا الشغف فيهم، واليوم عم نطلع لنخليهم يشتغلوا هذا الإشي. بالإضافة إنه عم نخطط طبعا لمشاركاتنا العالمية في زي أسألك. يعني إحنا في عنا مسابقة يوني جيم ديف ليج، مسابقة تطوير ألعاب على مستوى العالم، شارك فيها جامعتنا بفريقين. فهاي مشاركتنا العالمية. متى رح تكون؟ هل إحنا شغالين عليها كل شهر بنزلنا تاسك. حلو. I think ضايل 4 تاسكس لنخلصهم، بعديها بكون الفاينل بالسعودية. حلو. إن شاء الله. يعني في سلسلة مراحل رح تمرق يس. فيها. طيب أنا لما حكيت عن الفي آر قبل فترة كمان قرأت خبر بأنه في مجال السياحة والقطاع السياحة عم بيتم توظيف الفي آر الواقع الافتراضي، وبالبترة رح يتم أيضا إطلاق هذا المشروع حتى أي حدا من برا العالم يقدر يروح على الأماكن السياحية ويحضرها. دائما يعني بنتمنى أنه ما يكون في تبني من الخارج لهذه التطبيقات وهذا الواقع الافتراضي. هل عم بيتم إنتاجه عندنا في الأردن؟ هل عم بيتم تطويره في الأردن؟ إحنا نطلع من مصطلح الفي آر شوي، لأنه أنا ما يعني لو بدي أكون مور سبيسيفيك في هذا الموضوع، خلينا نحكي في الواقع المعزز وهو مشابه الواقع الافتراضي. لأنه أنا شفت مشاريع واقعية من شركات عندنا في الأردن للواقع المعزز في السياحة. فممكن تلاقي مثلا متصور البتراء، لما تصورها بتليفونك بس بتحط تليفونك على البتراء بتلاقي صورتها زمان كيف كانت هي زمان مبنية. وفي عندنا شركات بتبنى هذا الإشي. وأحد الأفكار الريادية اللي احنا طلعنا فيها في من يعني
كل اللي طلعنا فيه من هذا النادي اصلا او من الشغلات اللي طلعنا فيها بالنادي انه عملنا هاي الفكره الرياديه انه من عم ناسس ستارت اب للواقع المعزز. نعم. نعم. نعم رائع. يارا احكي لنا كيف اقبال الصبايا على النادي؟ هل بتحسي عندهم اقبال منيح ولا الشباب اكثر؟ هلا صراحه الشباب بيكونوا اكثر بهذا الموضوع لانه يعني مثل ما بنعرف انه دائما الشباب بيكونوا على البلاي ستيشن بالضبط بس بالاخير انه احنا صراحه بالشيء اللي طلعناه من هذا الكلوب او من هذا اللي عم نعمله الشغل اللي عم نعمله صراحه صار في كثير ناس او كثير بنات عم بيقبلوا لهذا الموضوع. حلو. حلو. شجعتيهم وجودك شجعهم لا شك بأنه يعني وطاقاتكم شجعتهم. وكم عدد الأشخاص المنتسبين للنادي حتى الآن من الجامعة كلهم؟ صحيح تمام. هلأ النادي بينقسم قسمين، لجنة تنظيمية اللي هي بتنظم الإيفنتات عن برينستورمينج، متطوعين وأعضاء. الأعضاء هم نفسهم بيكونوا متطوعين. فإحنا عندنا اليوم 12 شخص في اللجنة التنظيمية من ضمنهم رئيس النادي اللي هو أنا و250 عضو من الجامعة موجودين لهذا النادي. يس والإقبال جد كان رهيب خلال الفترة القصيرة اللي مرينا فيها. رائع والله عدد منيح يعني بالنسبة للجامعة. بالنسبة للجامعة بدنا نشكركم على وجودكم معنا لليوم ونتمنى دائما يعني نشوف أمثلة من الشباب زيكم. أحمد أنت عم تحكي الطاقة عندك كثير كبيرة طاقة عالية كثير وشغف كثير كبير برضو عند يارا نفس الشيء وبرضو يارا حبك لعالم الفيديو جيمز وأيضا الواقع الافتراضي واضح فهذا الحب رح يتطور أنا متأكد رح يوصل إن شاء الله بنزر كبير. إن شاء الله بكل محافظاتنا في الأردن ونصير نطلع برودكتس محلية وعالمية إن شاء الله. صراحة بدي أشكر الجامعة بدي أشكر جامعتكم اللي داعمة لكم بكتير مجالات وإحنا بيوم جديد استضفنا كتير طلاب أخذوا جوائز عالمية وعملوا أبحاث وفعلا بنشوف حالنا فيكم وبنكون فخورين بكل الإنجازات اللي عم بتقدموها. شكرا لتواجدكم معنا وإن شاء الله هيك نلاقي خطوات عالمية بهذا المجال إن شاء الله. شكرا لكم. Even.